السلام عليكم ورحمة الله. موجز إخباري من قناة المرابطون، أهلا بكم. دعا حزب اتحاد قوى التقدم في بيان صادر عنه بوضع خطة استعجالية لإنهاء معاناة السكان المتضررين جراء السيول الأخيرة التي شهدتها بعض المناطق بولاية أدرار بعيدا عن ما سماه الاستغلال السياسي. وطالب قوى التقدم بإنشاء صندوق وطني خاص بمواجهة أثار الكوارث المفاجئة، داعيا للمنظمات الوطنية والدولية إلى مساعدة الأسر المنكوبة. دعا رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية تواصل محمد جميل المنصور السلطات الموريتانية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الجالية الموريتانية بالغابون. وانتقد المنصور ما سماه تأخر السلطات الموريتانية في اتخاذ الإجراءات متهما إياها بتجاهل أوضاع الجالية بالغابون. أفرجت السلطات الغابونية عن 27 معتقلا معارضا احتجزوا 36 ساعة في المقر العام لحملة المترشح الخاسر في الانتخابات الرئاسية جان بينغ، فيما أبقت على اعتقال 1000 آخرين اعتقلوا خلال الاحتجاجات التي عرفتها ليبرفيل تنديدا بنتائج الانتخابات الرئاسية. قالت النيابة العامة في بيان صادر عنها إن وفاة الشاب الموريتاني زين ول الخليفة تصنف وفق ما توصلت إليه النتائج كوفاة بسبب فعل ذاتي، وإن المعطيات لم تشر إلى وجود فعل جنائي ارتكب في حق المتوفي. وقد نددت أسرة ول الخليفة في بيان صادر عنها بالنتائج التي توصلت إليها النيابة مؤكدة رفضها وواصفة إياها بالسخرية المكشوفة. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذا الموجز وغيره من مواجز ونشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة. الثالثة موجز إخباري بحول الله، إلى اللقاء.